أهلا بكم في The Game Professor، برنامج اللي بيتناول صناعة الفيديو جيمز من منظور الشاب العربي. اتسألت السؤال ده كتير، نعمل ايه علشان نقنع أهلنا ان الألعاب شيء جيد؟ ازاي نثبت لهم انها شيء مفيد وليست مجرد مضيعة للوقت؟ في حكمة بتقول اذا عرف السبب بطل العجب. تفتكروا ليه أهلنا في البيت بيبصوا للألعاب بالشكل ده؟ والأهم، يا ترى عندهم حق ولا غلطانين؟ قبل اي شيء لازم الاول نجاوب سؤال مهم، وهو هل الألعاب شيء مفيد بالنسبة لك؟ وتعال نواجه الحقيقة الأهم، لازم نجاوب السؤال ده الاول، لأنك غالباً ناديت على والدك يتفرج معك على الفيديو. ألعاب الفيديو نوع من أنواع الفنون زي السينما، المسرح، واللوحات، في نفس الوقت نشاط تفاعلي زي الشطرنج، كرة القدم أو الرماية. في الواقع هي نوع فريد من أنواع الفنون، وده بسبب الجمع بين المشاهدة والتفاعل، فاللاعب له دور أساسي في رسم التجربة ككل على العكس من باقي الفنون، وده ما تقدرش توصل له بكتاب أو فيلم أو معرض لوحات. الخلاصة أن الألعاب غنية بتجارب إنسانية مش موجودة في صورة تانية من صور الفنون، فاستبعادها بشكل كامل من حياتنا شيء غير منطقي. كل لعبة بتمثل تجربة جديدة وبتنقل الإنسان لآفاق كتير لم يختبرها بنفسه، ده السبب اللي علشانه بنلعب الألعاب. لكن هل ألعاب الفيديو فائدة حقيقية؟ أبدأ منين؟ خلينا أبدأ من الدكتورة دافني بافالير، عالمة بوظائف المخ والإدراك في أحد جامعات نيويورك. بتجارب العلمية دكتورة أثبتت عكس ما هو مألوف عن ألعاب الحاسب، وهو إن الفترات متكررة أمام لعبة تصويب زي Call of Duty نظر الشخص اللي بيلعب بيتحسن. أيوه بيتحسن. الدكتورة بافالير رجعت السبب العلمي في تحسن الرؤية عند اللاعبين بأن النظر وظيفة من وظائف المخ، وبالتالي تدريب المخ عن طريق ألعاب سريعة الإيقاع بيؤدي إلى زيادة قدرته على ترجمة الصور اللي بتنقلها العين. تجارب كتير لفوائد عديدة لألعاب الفيديو بتتم بشكل مستمر لكل يوم اكتشاف جديد، ولكن الأفضل على الإطلاق في وجهة نظري كانت مسألة ليها علاقة بعلم النفس. الألعاب بشكل عام إذا كانت إلكترونية، رياضية أو حتى ألعاب طاولة زي الشطرنج أو الدومينو تعد أحد احتياجات الإنسان المعاصر. استهلاك مجتمع معين لألعاب الذكاء أصبح معيار مهم على تقدم المجتمع ده. لكن السؤال يبقى، ليه الألعاب بهذه الأهمية بالذات في العصر الحديث؟ المسألة تكمن في فكرة التحكم في الواقع. الإنسان الناجح بيقدر يوصل للإدراك الكامل إن تصرفاته ليها تأثير في الواقع اللي حواليه، لكن في العصر الحديث إدراك مسألة زي دي أصبح صعب جدا، لأن كل تصرفاتنا أصبحت بتبان عواقبها بعد وقت طويل. المذاكرة والاجتهاد مثلا لا تؤتي ثمارها إلا بعد ظهور النتيجة في نهاية العام. الإنسان في العصر الحديث بكده أصبح بحاجة ليتذكر أن تصرفاته لها تأثير في الواقع، وهنا بيجي دور الألعاب. تجربة مضغوطة من الواقع بتكافئ الإنسان لو اجتهد في اتباع قوانين اللعبة، اعمل 1-2-3 وانت هتفوز. الواقع للأسف ما بقاش بالبساطة دي، وبالتالي الإنسان بيحتاج للإحساس بالإنجاز من وقت للتاني، ولو حتى إنجاز مؤقت. ألعاب الفيديو أصبحت أحد احتياجات الإنسان المعاصر زي الأكل والشرب. السؤال بقى، هل الألعاب ضرر زي الأكل والشرب؟ أي نشاط أيا كان لو خرج عن السيطرة ممكن يسبب ضرر. حتى الرياضة لو مارستها بشكل خاطئ هتؤذيك، وبالتالي الألعاب نشاط مرضي لدرجة فوق الطبيعية بالنسبة للإنسان. سهل جدا انك تفقد السيطرة وتغرق في عالم الألعاب، وبالتالي تفصل نفسك عن الواقع سعيا وراء الإحساس المرضي بالإنجاز المؤقت، تاركا وراءك الواقع الحقيقي واللي محتاج تحقق فيه إنجازات من أجل مستقبلك. أنا فاهم طبعا ان الواقع صعب وفي تحديات كتير، التعامل مع الناس مسألة معقدة وده بيخلي عالم الألعاب أكثر إغراءا، كل حاجة فيه سهلة ومنطقية، ولا يا عم انا عايز ألعب ماليش دعوة. للأسف لو سبت الموضوع من غير نظام ممكن تفسد حياتك. الإحساس المؤقت ده بالإنجاز داخل اللعبة هو السبب الرئيسي في إدمان الألعاب، فيستحسن تخليك حذر طول الوقت. سؤال أخير، ليه الأهل مش عايزينك تلعب؟ في رأيي الشخصي المسألة مسألة أزمة الثقة. ما تتضايقش أوي، ده شيء طبيعي، أكيد أهلك بيحاولوا يحموك ويقدموا لك الخير بأي شكل. الفكرة أنهم محتاجين يتأكدوا أنك على قدر عالي من المسؤولية، أنك تهتم بنفسك وما تفقدش السيطرة على الوضع، وتلاقي نفسك قاعد شعرك منكوش في الأوضة بتلعب World of Warcraft بقالك أسبوع من غير ما تنام ولا تروح شغلك أو مدرستك، والأسوأ من غير ما تستحمى. المهم أن الحل في أنك تحاول تكسب ثقة الناس اللي حواليك بأنك تكون إنسان مسؤول بتؤدي المهمات المطلوبة منك بشكل كامل، دايما درجاتك في الدراسة مضبوطة، مركز في حياتك العملية، ومتحكم في الوقت اللي بتقعد فيه قدام الألعاب. الحل الأمثل واللي نفع معايا أنا شخصياً هو إنك تشتغل في أقرب فرصة لو سنك يسمح بكده، لما تشتري الجهاز الشخصي بتاعك وتشتري الألعاب من مالك الخاص. العمل شرف كبير ودليل على قدرة الإنسان على تحمل المسؤولية، ده بيثبت للناس اللي حواليك إنك إنسان مسؤول، وبيحل أزمة الثقة بشكل كبير، وبعدها هتحس بنتائج عظيمة.
نصيحة أخيرة وأعتقد هتساعدك كتير، ألعاب زي كاندي كراش، فارم فيل أو حتى زوما ألعاب مناسبة للأباء والأمهات، حاول تخليهم يبدأوا يلعبوها، ده هيقربهم أكتر لفهم وتقبل فكرة الألعاب بشكل عام. بس خليك فاكر زي ما قلت مفيش حل نهائي، الناس اللي حواليك دايما هيبقوا قلقانين على مستقبلك، والفيديو جيمز شيء عظيم جدا، بس نظم وقتك والعب في الوقت المناسب. وبالنسبة للأهل، لو فعلا في حد من الأباء بيتفرج على الحلقة، إدمان الألعاب في حد ذاته مش هو المشكلة، وإنما هو علامة لمشكلة في قدرة الإنسان على مواجهة الواقع اللي حواليه، فحاولوا تساعدوا أبنائكم على مواجهة الواقع، لأن بعدهم عن الألعاب هيزود عندهم الرغبة في اللعب أكتر، ومش هيحل المشكلة الرئيسية في حياتهم واللي محتاجة الحل عملي. شاركوهم الشغف واسمعوا منهم، وحاولوا تساعدوهم قبل ما تمنعوهم. قبل ما انهي الحلقة جالي سؤالين من المتابعين على الحلقة اللي فاتت، بيسألوا عن معنى مصطلح IP وفرانشايز. الإجابة ان الاتنين ليهم نفس المعنى، والمعنى هو سلسلة ألعاب. كلمة IP بتستخدم أكتر لما يكون اللعبة جديدة زي Watch Dogs، وفرانشايز لو السلسلة بقالها كتير زي Assassin's Creed وسوبر ماريو. زي ما وعدت الحلقة اللي جاية هيكون فيها المزيد عن مصطلحات الألعاب. كان معكم عمر وحيد، شكرا للأسئلة، شكرا للمتابعة، وأهلا بكم في IGN Middle East.